السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس الحمد لله. بخير؟ لاباس. ومبتسمة وتقولي الحمد لله وبخير وصلاتك وما شاء الله عليك. الحمد لله. رانا شفنا هنايا الظروف اللي تعيشي فيها، تألمنا كثيرا. الحمواد لك، الجلفة سخونة حامية وبردها قاصح. برد يا عندنا حكينا كيرك عايشة؟ عندنا بالنسبة للحمى خير من البرد، بردنا قضاء وفيه نقوى ومرض منه. في البرد مثلا كي ترقدي الاولاد، وين يرقدوا الاولاد؟ هذا قشك كامل. هذا هو هذا قشك. هذه ما عندكش حتى الخزانه. هذه في الصيف، هذه في الشتاء. هذه احكي لي على في الشتاء وذاك البرد القارص. البرد القارص واش نحكي لك؟ ما شفتوهش انتم، كون شفتوه في وقته وتشوفوه. هذيك الدار تملى لي ماء كل وقت، معناها مطر وتولي بحر ونعود نخدم وترجع. وين يرقدوا الاولاد؟ كيما هنا يرقدوا. هنا في هذا المطرح؟ هي في هذا. ايه كيما راه كيما راه تخزر الشيخ يتغطاو. اي يتغطاو كيما يبردوا في الليل. يبردوا هنا، يبردوا الفرن يكون مال الفرن نقضى. وفي الصيف كيما تمنيت في الصيف عندنا خير. ما عندكش لا فونتيلاتور، ما عندكش ما عندك والو. كيما كتشوف انا شفت بلي هذا الدار مش دارك. اي مش داري، مش لي. مش دارك مش ليك، يعني تاع ربيبك. تاع ربيبي. وشنها حاله كارثيه؟ الدروج ما دروج، الحديد رايح. اي كيما كتشوف اكرمك الله المرحاض تحت، يعني كارثه. كيما كتشوف. شحال من عام انت هنايا؟ قلت لك عندي 7 سنين فيها، وتوفى الشيخ وخلى 7 سنين وراه. هاي وراه وقبله لحساب ما كان حي. وما كنتش دايره ملف تاع سكن؟ دايره ملف تاع سكن. دايره والروح وما كاين والو. بصح انت واش من سر عندك مع ربي سبحانه؟ حسيت عندك سر مع ربي؟ كما قلت لك الشيخ صابره وندعي الصلوات ما يفوتوكش. اي نصلي ونصوم. لان على السر مع ربي في ذي الظروف ولقينا الاولاد ناجحين. ندعي كاع، مانيش ندعي معناها الينا كاع، ندعي للعموه والعمو. تدعي للبلاد تاعي. اكل كاع ربي يحفظك. كنت تسمعوا؟ راكم تسمعوا يا المسائل اللي ربما الحمد لله يعني راه كاين تنافس على مناصب وغيرها، يعني باش تكون مسؤول. شوفوا هاد الناس، انتم ترقدوا ربما هانين، هما يرقدوا ويدعوا لكم، يدعوا للبلاد. هاد الناس يدعوا للبلاد، لهذا نقول ربي عز وجل حافظ هذه البلاد بسبب هاد الناس. دمعتهم على خدهم، بردانين عريانين جيعانين، كاتلهم كلش ويدعوا للبلاد.